راح نشوف موضوع الغبار، وما بعرف إذا الدكتور نبيه معنا على الاتصال. مساء الخير دكتور نبيه. أهلاً أهلاً ومرحباً، الله يمسيك بالخير يا رب. حياك الله، معك محمد الشريف من برنامج ألو سوريا. حبينا اليوم نحكي مع حضرتك وشو بدنا نقدم نصايح لأهلنا في المخيمات بالغبار اللي عم بيصير عنا. تفضل. الله الله يمسيكم بالخير يا رب ويحفظ أهلنا كلياتهم بسوريا. آمين. وخارج سوريا. أنا اسمي الدكتور نبيه كيالي، طبيب بمؤسسة أورينت، مدير الصحة بمؤسسة أورينت الإنسانية. نعم الله يعطيك. طبعا حاليا يمكن عم نعاني من موجة غبار نحن ما أنا متعودين عليها ببلدنا. نعم. أول مرة بنتعرض لها، فتأثيراتها هي تأثيرات سلبية وما أنا اخذين احتياطاتنا اللازمة لها مثل ما قلنا، لأنه ما عندنا تجربة سابقة فيها. نعم تفضل. فتأثير الغبار مثل ما هو معروف بيأثر على الجهاز التنفسي إن كان العلوي أو السفلي. طيب دكتور، هلأ يعني بتعرف أنت أكتر مننا وضع المخيمات، يعني معظمه ما في كهرباء ما في مي، نطلع برا الخيمة في غبار، وندخل برا الخيمة في غبرة وفي شوب. شو في هيك نصايح ممكن نساويها بشكل هيك بديهي أو بدائي يعني تخفف؟ بشكل مبدئي، هلأ مبدئيا نحن المتناول بين دياتون قطعة قماش مبلولي بقليل من الماء توضع على الأنف والفم، هاي لتقليل تأثير الغبار على الجهاز التنفسي. الشغل الثاني قدر الإمكان أنه يلبسه مشان التماس المباشر حتى مع الغبار قد يؤدي إلى تحسسات مباشرة على الجلد من إكزيما أو حكي أو تهيج أو فقدر الإمكان عدم التعرض للغبار بشكل مباشر. إذا عندنا بشكل مباشر تعرض له أو عن طريق جهاز التنفس ممكن نحميهم قليلا قدر الإمكان بالمخيمات بقطعة قماش مبلولة بالماء توضع على الأنف والفم. طيب دكتور، اللي معهم ربو تحسسي بعتقد بالداية، وأكتر شيء من هالقصص الأطفال، يعني شو ممكن نساوي؟ لأنه دائما يعني بنحكي مع المهاجرين اللي عم بيهاجروا، مع اللي جوا اللي قاعدين تحت القصف، اللي قاعدين مناطق النظام المحررة، يعني اللي أكل أكتر شيء لنقول هنين مين؟ الأطفال. شو بتوجه الأمهات؟ الأطفال وضعيفي المقاومة والمرضى. نعم. كبار السن هدول طبعا أكثر تأثرا بالنواحي السلبية، بشكل خاص عندهم أمراض مزمنة بالرئتين. نعم، شو في نصايح للمدخنين بشكل عام؟ نعم، المدخنين إن شاء الله يبطلوا دخان. تفضل. يبطلوا طبعا الدخان مثل ما اتفقنا، وقدر الإمكان قدر الإمكان الابتعاد عن أماكن الغبار والالتجاء إلى الأماكن المغلقة قدر الإمكان. طيب دكتور، إغلاق النوافذ، إغلاق الشبابيك. نعم. طبعا بالمخيمات هذا الأمر قد يكون صعب جدا، يعني إحنا هذا الحكي ما بعرف مدى إمكانية تطبيقه، لا سبب. بعطي فقط الحد الأدنى من الوقاية بالمخيمات اللي هي عبارة عن خيمة مفتوحة، قدر الإمكان استعمال الماء إن وجد إن كان بقطع قماش، أو أنه حتى رش على الأطراف الخيمة بحيث أن الغبار توقف برا ما تدخل للجوه. طيب دكتور، نحن صار معنا جاهز اتصال أخونا أبو أحمد، راسلنا على واتساب البرنامج وطلب أنه نحكي معه لحتى يحكي لنا عن الغبرة. معي أخي أبو أحمد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا أستاذ محمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عليك أخي أبو أحمد. أنت راسلتنا على الواتساب وطلبت على واتساب برنامج ألو سوريا وطلبت أنه تحكي معنا. معنا الدكتور نبيه كيالي، مشكور، عطانا نصائح ما بعرف إذا سمعته من مجموعة أورينت الإنسانية، هو طبيب ومدير الصحة فيها. ما بعرف إذا بتشرح لنا شوي عن وضع الغبرة عندك في مخيم صامدون، وإذا في أي سؤال توجهه للدكتور. تفضل. شكرا. هنا شوي الأوضاع، الغبرة كثيف كتير هنا في مخيم صامدون كتير يعني، وزايد عن حده يعني. وهون مشكلة أن نحن ما بنقدر يعني بالإجراءات اللي حكاها الدكتور ما بنقدر مننفذها هون زيادة، لأنه إذا تغلق النوافذ يعني الخيام نايله تصير شوب كتير. لذلك عم نضطر قدر الإمكان نسكر بطانيات وكذا، نسكر الخيم شوي يعني قدر الإمكان. طيب إذا في أي سؤال تفضل وجهه للدكتور أخي أبو أحمد. دكتور نبيه معك. دكتور مرحبا. دكتور أهلا ومرحبا، الله يخليكم يا رب ويحميكم. تسلم يا رب. نحن بس يعني أنه أهم الشيء الإجراءات اللي يعني الأقل ضررا يعني نقدر نتبعها نحن، هاي اللي بدنا إياها فقط منها. هي متمثلة لك يعني نحن تأثير الغبار بشكل مباشر قد يأثرنا على العيون أو على جهاز التنفس عن طريق الفم أو الأنف، أو التأثير بشكل مباشر على الجلد. فنحن اللي نقدر نعمله بالمخيمات إغلاقها فعلا، النوافذ
الأماكن اللي بيدخل منها بنعرف بده يدخل منها الغبار أو الهواء المحمل بالغبار، ذرات الغبار، نحط قطع ونبللها بالماء، بالماء شايف شلون؟ العيون إذا لا سمح الله اضطرينا للطلعة برات الخيمة بكمادات ماء نمسح عيوننا، ما نخلي الغبار يكون بتماس مباشر معها. اللي عندهم لا سمح الله أمراض عيون سابقة، أمراض تحسسية بالعيون، عاملين تداخلات جراحية على العين، كمان يمنعوا من التعرض إلى الغبار. طيب دكتور، الأولاد معناته ممكن يعني نوجه لأبو أحمد يعني إذا عنده أولاد صغار أنه الأولاد ما يطلعوا يعني اليوم، معلش ما ضروري. نعم نعم ما ضروري حدا يطلع هلا مبدئيا برات الخيمة إلا للضرورة القصوى مبدئيا، وعزلة بقطع قماش مبللة بالماء، ووضع كمامات إن كان على العين إذا صار في تماس مباشر مع الغبار، أو على الأنف مثل ما قلنا والفم، لأنه كتير ضروري. ما بنعرف الأطفال عندهم استعداد عجب للتحسس أو هني مرضى ربويين سابقين، فنحن خلينا نحميهم من التأثير التحسسي للغبار المباشر أو إثارة نوبة ربو لا سمح الله، وهني بغنى عن هيك أمر. نعم. طيب دكتور لو سمحتي رح نسأل، نروح عند الأخ أبو أحمد. أخي أبو أحمد، تحكي لنا يعني مدى كثافة الغبار عندك في المخيم، وشو انعكس يعني على وضع المخيم سواء بالدخول والخروج أو الرؤية، قديش مثلا لقديش ممكن تشوف الغبار؟ تقريبا اليوم يعني أخف من مبارحة، يعني أخف من مبارحة بدرجة شي حوالي 50% أقل من مبارحة، الحمد لله. والأمور هون يعني العيادات هون في المستوصف، مستوصف المخيم، يعني عطوا بعض التنبيهات لهالناس، هاي شوي يعني الحركة مو مثل بالأيام الطبيعية العادية، أخف يعني من قبل، الناس يعني شوي عندها التزام بالشيء هذا. إن شاء الله نحن بنتأمل منكم الوعي أخي أبو أحمد، شكرا كتير إلك. نحن رح نبقى مع الدكتور نبيه، وشكرا لإلك أخي أبو أحمد، إن شاء الله منضلوا بخير وبترجعوا على بيوتكم وهالمخيمات كلها بتكون ذكرى. يعطيك العافية أخي أبو أحمد، رح نكمل مع الدكتور نبيه بعد الفاصل. مساء الخير أهلنا السوريين وين ما كنتوا، ورح نتابع الحديث مع الدكتور نبيه. دكتور معنا؟ لا أيوه. تسلم عينك دكتور. صارت فرصة يعني نحكي عن، تخبرنا شوي عن نشاطات مجموعة أورينت الإنسانية، وشو هلأ آخر نشاطاتكم وأعمالكم ووين عم تكون محصورة؟ تفضل هوا لإلك. إن شاء الله بتسلم يا رب. طبعا مؤسسة أورينت الإنسانية كانت السباقة مثل ما بنعرف كلياتنا نحن من بدايات الثورة، مؤسسة إلى أماكن المنتشرة في الأراضي السورية، المشاكل الميدانية اللي كانت موجودة. نعم. على المنطقة الشمالية، إذا بدنا نبرك نحكي عن المنطقة الشمالية اللي كان سباقة بالتحرر ساعدت. نعم نعم تماما تماما. هلا آخر، طبعا ما رح أحكي على السابق، رح أحكي على المشاريع هلا اللي بين دياتنا هي. تفضل. بالمناطق المحررة الشمالية كفر خيرين وحارم وسلقين وتوابع كلها القرى، صار في عنا شيء اسمه عيادات لأورينت خاصة. نعم. نتعاقد مع طبيب اختصاصي هني. جميل. نراجعوا المرضى السوريين مجانا، وبتلقوا العناية والعلاج والكشف الطبي عند الأطباء الأخصائيين المتعاقدين مع مؤسسة أورينت. فكرة يعني فكرة حلوة كتير، بتكون وفرتوا يعني، انتوا الدكتور موجود اصلا وعيادته موجودة، انتوا وفرتوا كل هالقصص ووفرتوا خدمة لأهلنا. نعم نعم تماما تماما، بدون اي تكلفة مادية للمريض. طيب والدكتور انتم بتكونوا متعاقدين معه، مرتبين امور معه؟ طبعا اطباء كلياتهم اخصائيين وذوي كفاءات جيده، اطباء نسائيه قلبيه داخليه اطفال جراحات، ونحن بطريق التوسيع عندما يتامل الطبيب المناسب. طيب هلا رح نحكي عن يعني كثير مثلا بيسالونا او بيحكوا معنا انه مثلا في ناس مقعدين، في ناس موضوع المعالجه الفيزيائيه، ما بعرف المركز بالريحانيه بتركيا شو امكانيه هذا الموضوع، او تشرح لنا عن امكانيه المركز. نحن مركزنا بالريحانيه، عندنا مركزين بالريحانيه ليس للمعالجه الفيزيائيه، يعني مركزين بالريحانيه، هم عباره عن بالريحانيه وبكردخان. نعم. من عيادات خارجيه متكامله من كل الاختصاصات. تمام. يعني سنية، عينية، أطفال، داخلية، نسائية، أزمية، هاي خدمات مجانية أي حدا بيراجعكم؟ كل أي مواطن سوري لاجئ على الأراضي التركية بإمكانه أن يراجع هالمركزين ويتلقى الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى توفير العلاج عندما يتأمن طبعا بالمية. جميل جميل. يعني نحن من خلال برنامج ألو سوريا وكلامك، الحلو منوجه لكل أهلنا اللي عم يسمعونا بالريحانية اللي هو تردد راديو أورينت فيها 95.8 FM،
بنتمنى انه اي حدا عنده اي حاله ويحسن يراجع اورينت الانساني. كيف الغبره عندكم باهلها؟ تحكي لنا دكتور بالريحانيه. والله ما قلت لك، يعني نحن اول شيء ما نأخذ احتياطاتنا وغير معتادين على هذا الجو، فقدر الامكان ركننا الى البيوت العيادات. نعم. قدر الامكان عم ندير بالنا من سكرها، يعني المرضى اللي بيدخلوا راسا نسكر وراهم الباب. فالامر كانت الغبره كثيفه جدا امبارح. اليوم مو 50%، لا 30% نقصت يعني شوي صغيره، بس ما زالت الغبره كثيفه. وراجعتنا عده اصابات هيك صدريه، تحسسيه الانف، شويه سعال، شويه زله تنفسيه، مريض. نعم. ربو. نحن بنتمنى السلامة للجميع. طيب دكتور، ذكرت نقطة مهمة، موضوع الدواء عم يتقدم بمركزين اللي هن بالريحانية لأورينت الإنسانية. طيب بالداخل يعني الناس وضعها ماديا أصعب بكتير من اللي بتركيا، ما بعرف إذا كمان عم يتقدم الدواء بالداخل لأهلنا. والله لأنه نحن طبعا بحسب الإمكانيات، يعني كمان بحسب الإمكانيات وحسب توفر العلاج. يعني عندما يتوفر، كنا الحدود كانت مفتوحه، كنا نقدر ننقل دواء من هون الى الداخل السوري، وكنا نجيب دواء من الداخل السوري الى هون. كانت الامور اسهل، كانت اسهل بكثير بكثير. هلا حاليا والله عم نعاني كثير، لانه التواصل جدا صعب، ونقل ماده دوائي ليس بامر سهل، وطبعا مقطوع الحدود. يعني نحن مقطوع جهودكم، الله يعطيكم العافيه. اورينت الانسانيه دكتور، اذا في هيك شيء جديد مبشر فيه اهلنا يا ريت، يعني بهالظل الظروف. نحن بمشروع هلا بصدد توسيع تقديم الخدمات الطبيه في محافظه ادلب وحتى المدينه. هلا حاليا نبحث عن، وهي من خلالكم انتم، عن اطباء للتعاقد معاهم لمعالجه اخوتنا السوريين واهلنا بالداخل السوري في مدينه ادلب بشكل كامل. اي طبيب بيقدر بعيادته، بيقدر بيفتح عيادته، ياخذ راتب مجزي تماما بشرط أن يعالج اخوتنا السوريين بشكل مجاني. جهود جميله جدا لكم دكتور نبيه ولا اورينت الانسانيه، واللي المدير العام والمسؤول عنها غسان عبود، نوجه تحيه للجميع. ونتمنى دائما نحن يعني نسمع صوتكم ونحكي معكم. تحيه كبيره لك دكتور ولاهلنا ولجهودك المباركه، ويعطيكم العافيه.